السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم متابعينا الكرام، جديد في قناة تاعنا على اليوتيوب صناعتك. على السريع كما شفتوا في الفيديو راح نطرقوا فيديو سريع اللي يخص أجهزة البوكس شاومي، بين قوسين أجهزة البوكس شاومي مي بوكس اس النسخة القديمة، يعني ليست النسخة الجديدة، بحيث تم وضع تحديث أخير على أجهزة البوكس شاومي النسخة القديمة. لكن قبل البداية هذه الصفحة تاعنا صناعتك دي زد على الفيسبوك، صفحة تاعنا جديدة بعد غلق الصفحة القديمة. مرحبا بالجميع، نقدم قناة نقل المباريات اليومية وجديد الصات وأجهزة البوكس. مرحبا بالجميع، سجلوا لبقى الصفحة أسفل الفيديو في الوصف. كما قلنا هذا جهاز البوكس مي بوكس اس النسخة القديمة، وهذه النسخة الجديدة. هذا أكيد يدعم سيستم جوجل تي في. كما شوفوا هنا الفرق، راح نلقاو اكس شاومي، هنا راح نلقاو مي بوكس اس، هذه النسخة القديمة، بحيث هذا يدعم كما قلنا في الفيديوهات السابقة جوجل تي في، هذا يدعم اندرويد النت. الجديد انه تم وضع تحديث، تم تجربه من بعض المتابعين، يقول انه التحديث سيء وسيء جدا، بحيث انه التحديث يتضمن رفع النسخة الى من اندرويد ناف الى اندرويد دوز. لكن هناك مخلفات جانبية حول هذا التحديث، هناك من يعاني من مشكل في الصوت، ثقل في التصفح إلى غير ذلك. لهذا ننصح الجميع إذا كان لديك جهاز النسخة القديمة مي بوكس اس النسخة القديمة، لا تقوم بعمل التحديث. التحديث راح يجيك من الفوق كما نشوف الآن، هذا النسخة الجديدة. نقوم بذهاب إلى سيتينج هنا، ثم سيستم، هنا اباوت، هنايا سيستم ابديت راح يجيك، عند تدخل له راح يجيك اخر تحديث. بعد عمل التحديث راح يطلع السيستم الاندرويد الى اندرويد 12. لهذا لا ننصح بعمل التحديث حاليا اصلا، انه اجهزه البوكس شاومي النسخه القديمه تم توقيف هذا التحديث بسبب كثره المشاكل، مشكل الصوت الى غير ذلك. اذا قمت بتحديث قبل مشاهدة الفيديو، إذا قمت بتحديث جهازك وأصبح في مشكل الصوت ومشكل في التصفح، ثقل في التصفح، ننصحكم بعمل ريسيت، يعني عمل فورمات لجهازك، ولتجرب إذا كان هل تم حل المشكلة أو لا. لكن الحال إذا لم تقم بعمل تحديث، ننصحكم بعدم عمل تحديث للجهاز. هنا راح تعمل ريسيت وسيتم فرمطت للجهاز. هذا تنويه صغير فقط لأجهزة البوكس القديمة، هذا ننصحكم بعدم عمل التحديث الأخير إلى حين وضع تحديث جديد خاص بأجهزة البوكس القديمة. إنه وصلنا لهذا الفيديو، إلى اللقاء في جديد الفيديو.